تشكل حقول الألغام المزروعة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني عائقاً أمام تنفيذ عمليات تحصين وتحكيم الحدود ونشر أبراج المراقبة في محافظة ميسان. تؤكد قيادة قوات حرس الحدود وجود مساحات شاسعة ملوثة بمختلف المقذوفات والألغام، ما يتطلب جهداً واسعاً لإزالتها. من أعقد الملفات جاي أتعامل بها على الحدود مع الجمهورية الإسلامية، وخاصة من منطقة الشيب والطيب، هو موضوع حقول الألغام. أكو حقول نظامية وأكو حقول مبعثرة، وهذه الألغام تحتاج لها طبعا منظمات دولية، وأنا افتحت قناة عن طريق السيد الوزير مع يعني الأمم المتحدة. أكو منظمات خاصة لإزالة هذه الألغام، وأوعدونا وحتى قوات التحالف، لأن هذا الموضوع كبير، وإحنا الآن بدينا بس الآن نفتح طريق خاطر نقدر ننزل التحصينات مالتنا. دائرة شؤون الألغام أكدت تلوث مساحات شاسعة من المناطق الحدودية مع إيران، وتحديدا في محافظتي البصرة وميسان، مشيرة إلى رفع كميات كبيرة من الألغام والمقذوفات الحربية وتنظيف ملايين الأمتار المربعة على طول الشريط الحدودي مع جارة إيران. حجم التلوث كبير في العراق، يقدر حجم التلوث أكثر من 6000 كيلومتر مربع. تم إزالة أكثر من 54% من هذه 6000 كيلومتر بفعل هذه الجهود الوطنية والدولية، وهو إنجاز كبير حقيقة. أكثر مدن العالم ملوثة هي محافظة البصرة بحدود 65 مليون متر مربع في محافظة ميسان. وعلى مدى عقود من الزمن ما تزال الألغام متراكمة في الأراضي العراقية المجاورة للشريط الحدودي الإيراني، وفق تقديرات تؤكد أن عمليات تطهير هذه المساحات تحتاج إلى جهد دولي ومحلي لإزالتها. من الشريط الحدودي العراقي الإيراني، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.